أهلا بكم. انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين الذين حافظوا على أغلبيتهم بمجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. وتعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب بعدما فقدوا الأغلبية فيه قبل 8 أعوام بمثابة صفعة للرئيس دونالد ترامب، وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها استفتاء على رئاسة ترامب الذي تنتهي ولايته الحالية في عام 2020. وجاءت الانتخابات في منتصف فترة حكم ترامب التي تستغرق 4 سنوات، وبعد حملات دعائية أثارت حالة من الاستقطاب في البلاد.